أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، وهذه عناوينها: إيقاف أمنيين عن العمل إثر أحداث عنف بقاعة القرجاني، بتر ساق راع أصيب بلغم أرضي في القصرين، واستئصال ورم في العين لمريضة في تونس. أوقفت السلطات الأمنية عنصرين أمنيين عن العمل وفتحت تحقيقاً في أحداث العنف التي جدت أمس في قاعة القرجاني خلال مباراة كرة سلة، والتي جرى على إثرها إطلاق الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات. أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني أن راعي الأغنام الذي أصيب في حادثة اللغم الأرضي في جبل مغيلة من ولاية القصرين قد تم بتر ساقه اليمنى إثر عملية جراحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين لوقف النزيف الذي كان يعانيه. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة مادتي الموز والتفاح التي تخالف أسعارها التسعير القانونية التي حددتها وزارة التجارة، في حين أكد رئيس المنظمة أن هناك بوادر لاستجابة المواطنين لمقاطعة المادتين بسبب تعنت بعض تجار التجزئة الذين يحاولون فرض تسعيرتهم على المواطن. نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس في استئصال ورم في العين لمريضة عمرها 45 سنة، وقد ميز هذا النجاح دقة العملية الجراحية وتفادي الأضرار بعصب العين الذي كان قريبا جدا من الورم. أفادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو أن صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته، وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، مشيرة إلى أن الصندوق سيبقى ملتزما تجاه تونس، وذلك خلال اجتماع الربيع لعام 2023. قررت الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمد معروف لإدارة مقابلة نصف نهائي كأس تونس، والتي ستجمع النادي الإفريقي بالأولمبية الباجي يوم الغد في ملعب حماد العقربي برادس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.